المغربي. تفضل ابو بلال. هنيئا لنا يا وعد اللامي، انا اعطيتنا هنيئا لك يا ابو بلال، هنيئا لك يا ابو بلال. لا اسمع الله بطلك، هنيئا لك. بدأ من الان يقاطعني، من الان بدا يقاطعني. انا ارحب بك، انا ارحب بك، اقول لك مرحبا بك يا اخي ابو بلال، انت صديقي من زمان، اقول لك مرحبا بك، هنيئا لك. لا اسمع الله بطلك. اهلا وسهلا بك يا ميسن. اهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. وعد لامي انت أعطيت الفرصة لبيت من المساوي تكلم 8 دقائق و45 ثانية. وتكلم ما بعده أخونا هذا ما نسيت اسمه، تكلم 4 دقائق فقط وقاطعتموه، وجاء دور أخينا سفيان وتكلم 3 دقائق فقط، دقيقتين نظيفتين. وأتمنى أن لا تقاطعني يا وعد اللامي. احسبني ايش قصر على الأقل. احسبني كم صار، كم صار؟ لحظة، حسب حسابك سيد ميثم 8 دقائق، 4 و3 45 ثانية. يعني احنا ظلمناهم بدقيقة و45 ثانية. ويلا، اقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، تكلم 8 دقائق و45 ثانية. احنا ظلمناهم بخمسة يا اخوانا، اعتذر، دقيقة وخمسة واربعين ثانية حسب ساعة ابو بلال المغربي. تفضل يا ابو بلال كمل. وين راح؟ ما ادري مدى وين راح ابو بلال. انا يا ابو بلال تسمع؟ ممتاز تسمع؟ اي انا اسمع لك. انا بس اطلب منك شيء واحد، ارجوك لا تنتقل من نقطه الى اخرى، خليك في موضوع واحد اطرحه ورد عليه بعدين. ارجوك تفضل. في موضوع الامامه الان الوقت عندي 27 دقيقه و30 ثانيه. وعد لامي بيت من المساوي قال بأن الإمامة نص قرآني، هذا ما قاله، لكن علماء الإمامية علماء الشيعة يقولون عكس ما يعتقده ميثم المساوي وعد لامي وغيره. ميثم وعد لامي، أنا سأضطر إلى قطع الخط لأن في تشويش، وأتصل عليكم من جديد. في تشويش ما ما في، ما في تشويش، تتهرب. ما في صوت واضح. لا لا تتهرب، تتهرب، ما في تشويش. كل شيء. انا عندي ما اسمع. لا 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 لا، الكل يسمعون. لا تهرب، لا تهرب، لا تهرب، الكل واضح صوتك، واضح صوتك. خلاص ماشي خلاص. والله انا دخلت اهرب. بالله عليك ما تخجل من نفسك يا وعد اللامي. بابا لا تهرب، تكلم راح اقطعك. تكلم تكلم تكلم. تسكت. تفضل. ميثم المساوي تكلم 8 دقائق قال شوفوا الان، لاحظوا بدا من الان يقاطعني. اعطى الفرصه لميثم المساوي يتكلم. اي لان انت شرحت 8 دقائق و45. ادري انت مشغليك محاسب بالقناه، مشغليك عداد، مشغليك ساعة، ايش فيك انت؟ مو قلنا 4 دقائق 8 دقائق و45 ثانية، والطرف الاخر اللي ما تعرف اسمه اخذ 4 دقائق، والاخ الاخر اخذ 3 دقائق، دقيقتين نظيفتين، مو كل هاي سمعناها، ليش تكررها؟ هاي عدت لك اياها، ادخل بالموضوع تفضل. قال ميثم المساوي بأن الإمامة نص قرآني خلاف ما يعتقد علماء الشيعة. أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي المتوفى 53 هجرية يقول في كتابه الاحتجاج صفحة 66 تحت عنوان احتجاج النبي، اسمعوا أكيد سجلوا عندكم، قال النص قرآني يقول احتجاج النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره من الايام في ولايه عن ابي طالب عليه السلام ومن بعده ومن بعد من ولده من الائمه المعصومين صلوات الله عليه. قال الطبرسي، اسمعوا يا ناس، قال عن ابي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه قال هج رسول الله صلى الله عليه واله من المدينه وقد بلغ جميع الشرائع قومه غير الحج والولايه، فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له يا محمد، لاحظوا الضربة القاضية الموجعة الآن يا ناس، لاحظوا، فقال له يا محمد إن الله جل ثناؤه
يقرئك السلام ويقول لك إني لم أقرئ نبيا من أنبيائي ولا رسولا من رسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد حجتي وقد بقي عليك من ذاك فريضتان. معي يا ناس، بقي فريضتان لم يخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، والآن جبريل يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بقي عليك من ذاك فريضتان. كذبت 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 والله كذبت. هذا من عندك لحظة، شوف راح أمسكك. هل قال لم يخبر بها أحدا ولا أضفت من رأسك؟ معينات هو قاطعني الآن، ما أعطني فرصة. لا لحظة، لأن أنت تضيف. اسمع اسمع اسمع، هدوء هدوء هدوء. عندما تقرأ نص تكون أمينا في النص. الآن أنا أسألك، والآن أول دمغة راح أدمغك، اندمغت. هل قال لم يخبر بها أحدا ولا هاي من عندك وأضفت إلى النص؟ شوف أخواني، هو أراد أن يقرأ النص، إحنا ساكتين. الآن ماذا فعل؟ جاء بكلمات من عنده ولسقها بالنص. من حقي أن أعترض أو لا؟ مفروض أنت تقرأ ثم تقول تعليقي كذا، سؤالي كذا، حتى يوهم الناس أنه لم يخبر بها أحدا. الآن سؤال، اعتذر أن هذا الكلام لا يوجد في الرواية وأنت الذي أضفته، تفضل. لا تقاطعني يا وعد اللامي، خليني حتى أوقفك. لحظة، إما أن تعتذر وإما لا كلام لك على الإطلاق. هل أضفت هذا الكلام من رأسك إلى الرواية لتخدع الناس أو لا؟ لا والله ما أنقل إلا بأمانة من كتاب الاحتجاج للطبرة. طيب اقرأ لي. لا أنا أتحداك، أنا أتحداك. سأضع الكتاب، اسمع، سأضع الكتاب، لحظة، سأضع كتاب الاحتجاج المطبوع وغير المطبوع أمامكم أخواني. لحظة الآن، أضع كتاب الاحتجاج المطبوع وغير المطبوع. أنت الآن قلت لم يخبر بها أحدا، صح؟ صح؟ على الخلق كلهم. لحظة لحظة، أوقف 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 أوقف، لما أنا صدتك بس على الاحتجاج. لحظة أخواني، الآن أنا أصيدك شون صيدة. لحظة أصبر، هذا كتاب الاحتجاج، شوف أخواني هذا مجلدين، شوف أخواني هذا مجلدين كتاب الاحتجاج، شوف أخواني الصفحة 56 المجلد الأول، حتى بين لكم هذا كيف كذب، كيف كذب أبو بلال. هل يوجد لم يخبر أحدا في الرواية اللي قرأتها ولا أضفتها من عندك؟ أنا قلت أخبره أم لم يخبره. لا أصبر، لا 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 تهرب، لا تهرب، لا تهرب، لا تهرب. سؤالي بكل أدب واحترام، شوف لاحظ الفرق بين تعامل الشيعي. أنت تقرأ رواية، أضفت كلمات وصوتك مسجل وسوف يفضحوك الأخوة. هل يوجد في الرواية لم يخبر أحدا أم جئت بها من رأسك ولسقتها بالرواية؟ لأن هذا الكتاب راح أفضحك، تفضل. الآن جبريل وما سيخبره، أترك لي وعد لبي حتى أنتهي. لا لا لا، أول شيء اعتذر أنه أنت تأتي بكلمات وتلصقها بالرواية، فعلت هذا الأمر أو لم تفعله؟ تفضل. أكمل الكلام بعد ذلك فالي. لا 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 لا، أبدا أبدا، شوف يريد يكمل حتى يلصق كلام آخر ويكذب لك. والله عيب عليك. أنت تخلص من ده، حاول علي، عندي مشكلة ويا أنا بهاي الرواية. لحظة لحظة أخونا أبو بلال، يا أهل السنة، يا أهل السنة، بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة، أبي هؤلاء ترفعون رؤوسكم؟ يا أهل السنة، أهؤلاء فخركم؟ يا أهل السنة، أهؤلاء مشايخكم؟ يا أهل السنة، أين علماؤكم؟ يا أهل السنة العقلاء، الآن الخطاب للعقلاء. أنا ساكت أدون أتابع معاه على الرواية، يصير أنا أقرأ من البخاري وأضيف كلمات من عندي إلى الرواية والمستمع يسمع كأنها من الرواية، يصير أو أنا أكمل قراءة الرواية أو أشرح، أقول أنا أشرح. الآن أسئله ما في شيء يعترف، إما يقول هذه كانت موجودة في الرواية أو يقول أنا لصقتها في الرواية وتنتهي المشكلة.
والله حجي هذا معيب بالنسبة للشيخ معروف مثل أبو بلال يدرس علم الحديث، يعني إذا أضاف كلمات ما موجودة بالرواية وضافها من كيس هذا معيب، هذا كذب، هذا تزوير تدليس. أنا كنت أتابع معه، شوف كنت أتابع معه شيخنا احتجاج النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير، هذا الآن سأضع الكتاب على الشاشة حتى نقرأ معه وسوف يقرؤون. اللهم صل على محمد وآل محمد، احتجاج النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير. أنا ليش أستخدم الكمبيوتر؟ حتى يكون المسألة أسرع وأصيد هؤلاء. الآن صدناك أبو بلال في أول سطر، سبحان الله، الكذب يسري في دمائهم، سبحان الله. احتجاج النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أبو بلال، أبو بلال، هل أضفت كلمات إلى النص أو لا؟ وفريدة الولاية والخلافة. شوف 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 شوف، ما يريد يتكلم، ما يريد يتكلم. الآن أنا أضع لكم النص إخواني، يوم الغدير، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، حديث المنزلة. شوف إخواني، هذا أمامكم، أمامكم على الشاشة، هذه احتجاجات النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أريد أن أصل إلى احتجاج أمير المؤمنين، احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على النبي في يوم الغدير، اللهم صل على محمد وآل محمد، حتى تشوفون أننا نبحث سوية معكم حول احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام، احتجاج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، احتجاج أمير المؤمنين بحقيته، احتجاج، بس أشوف أين ذكرها، احتجاج عمار بن ياسر، هذا كلها احتجاجات للنبي محمد صلى الله عليه وآله في يوم الغدير. طيب أنا أخذ الصفحة، أخذ الصفحة 25 أعتقد، أنا ما أجد عنوان الباب هنا، سأقرأ لكم صفحة 25 بس لحظة أخواني. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين المعصومين، صفحة 25 محمد. طيب سأقرأه إلى أن أجد النص في الكتاب، سأقرأ هذا أخواني، شوفوا أمامكم النص على الشاشة، هو قرأ من هنا، قرأ، انتقل، هذه الصفحة اللي كان يقرأ منها، وصل إلى هنا، وصل قال انظر الضربة القاضية، وصل إلى هنا، لما وصل إلى هنا وفريضة الولاية ولم يخبر بها أحدا، والتسجيل موجود وسوف تسمعه. سألت الآن أمامكم على الشاشة النص، أبو بلال هل لم يخبر أحدا موجودة في الرواية أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بها أصلا. لحظة، هدوء، بس جاوبني، هدوء 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 هدوء، هل هذه الكلمات اللي ذكرتها موجودة والحديث أمام الناس، هل موجودة في النص ولا أنت أضفتها من رأسك؟ صير شجاع، اقرأ النص على الناس، على الناس. لا لا لا، لا أصبر أصبر، شوف مع هذا البرنامج ما في لعب، أكرر السؤال، هذه الكلمات لم يعلم بها أحد أو لم يخبر بها أحد، هذه كانت موجودة في النص اللي كنت تقرأ به أم جئت بها من رأسك؟ تفضل. سيعلم المستمعين كان هذا النص موجود أو غير موجود. اقرأ النص. الآن أسألك أنت، النص موجود ولا جئت به من رأسك؟ اعترف وسوف أقرأ. تفضل. مستمعين النص حتى يعلموا إن كان موجود. ما يخالف، الآن أنت اعترف، قل. شوف أخواني وين المسألة، المسألة هذا الرجل مع الأسف يعني شيب في لحيته، لكنه فكره فكر زعطوط واحد طفل. الآن أنت تريد أن تقرأ نص، نص من البخاري، الآن مو من البخاري، أنا لما قرأت لكم نص ابن تيمية أضفت كلمات من عندي ولا قرأت النص كما هو موجود؟ النص كما ليش؟ لأن هذه أمانة علمية، عيب أغش الناس.
خاصة أنا واضع الكتاب أمام الناس، أما أن الناس فقط تسمع وما عندهم كتاب لا يتابعون معك، من العيب أنك تقول أنني شيخ وأنني عالم وبعد ذلك تدس كلمات في النص. لماذا؟ حتى توهم السامع أنها موجودة في النص. فأريدك مرة واحدة تكون شجاع وصادق مع ربك وتقول الآتي، هل هذه لم يخبر بها أحدا الجملة اللي ذكرتها موجودة في النص أو لا؟ تفضل. أتحداك يا وعد لم تكون شجاعا مثلي أو تصغي إلي كما أصغيت إليك. طيب هل ماشي أنا سأصغي، لكن فقط أجبني، هل هذه الجملة أضفتها من رأسك ولا موجودة؟ وسأصغي لك أمام الجميع، تفضل. تبعت بها قال يتحداني إن كنت شجاعا. إن كنت، هل هذه الجملة، شوف على أي حال حجينا قبل لا يطلع، قبل لا يطلع حجينا قبل لا يطلع، أولا شوف يا شيخ أبو بلال تسمعني؟ شيخ أبو بلال يسمعني؟ سيدنا يسمعني. الطبرسي، الطبرسي يا شيخ أبو بلال من أعلام القرن السادس، زين، وراء رواية برجلين عن الإمام الباقر، والإمام الباقر من القرن الأول، يعني هذول الرجلين كل واحد عمره 250 سنة، ها؟ الرجلين دولة الراويان قيس بن سمعان وعلقمة بن محمد، الطبرسي عن قيس بن سمعان عن علقمة بن محمد عن الإمام الباقر، معقول؟ يعني كل واحد عمره شقد 300-250 سنة، ما ترهم ما ترهم، الرواية مرسلة. طيب قيس بن سمعان مجهول، مفيد من معجم رجال الحديث، يقول قيس بن سمعان روى عنه ابنه عقبة قال النجاشي مجهول. بعد علقمة بن محمد الراوي الثاني أخو ابن بكر الحضرمي مجهول، طيب من أصحاب الباقر مجهول، شنو بقى بالرواية بعد؟ بالله عليك وداخل وخابص الدنيا واخر عني زين والوقي هم شددت بالرواية وزودت عليها زين ودلست قدام الناس ونصرت دينك بتشرب زين، ورواية مرسلة زين، وفوق ما مرسلة الاثنين الموجودين الوحيدين بالسند بين الطبرس وبين الإمام الباقر عليه السلام مجهولين، اثنين هم جاهلين. يلا الآن وثق لدول الاثنين، طلع لياهم تراجمهم الآن. طيب دول الاثنين طلع لتراجمهم، كذبني أمام الناس. طيب كذبني، تقول أنا مدرس بالحديث عالم بالحديث، تجي تحتاج لك رواية مرسلة وسندها كلها مجاهيل، بالله عليك صديق كذي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل حجي تفضل. طيب اخواني اللي على الدرك بعده موجود، هو بعده موجود، موجود يا شيخنا موجود. هو يقول يجوز الناس قال تسمع يجوز انا كذبت عليه، يجوز انا موثقين، هو رجال عالم بالحديث لابد انه وثقهم، طلع تراجمهم، يلا يجي يحتاج خب ويجي يتصل ببرنامج مباشر وجايب له روايه هم مرسله وهم كذب بيها وهم اسنادها فيه مجاهيل، معقوله؟ بام الناس ما تصدق، خلي يشوف يدافع عن نفسه، خلي دافع عن نفسه هذا أبو بلال. أبو بلال أستاذ أبو بلال، هل الكلام اللي ذكرته موجود في نص الرواية أم زدته في الكلام من رأسك؟ تفضل. حتى لو خذ الرواية نصها صحيح يا ميدم، لا تحاول تأخذ اللاقط تتداول. أستاذ أبو بلال، أستاذ تركه سيدنا تركه، أستاذ أبو بلال أنت المفروض رجل صادق مع الله أول شيء ومع نفسك ومع المشاهدين، أنا ما أريد منك شيء، سأتركه تكمل كما تريد، قل الذي تريده، فقط أريد أن أسأل، عندما كنت تقرأ كنت تزور، والله ابتلينا، واحد مزور إيميلات، واحد مزور روايات، يعني لا حول ابتلشنا أنا ليش تزور، أقرأ الرواية. فالسؤال، هل عندما كنت تقرأ هل كنت تزور بالرواية أو لا؟ أضفت كلام من عندك أو لا؟ أين زورت الكلام؟ أتحدك يا ميتم. أنا وعد وعد بابا وعد، اهدى بس اهدى اهدى اهدى. أنت مو قلت الآن قبل قليل قلت أنه لم يكن قد أخبر أحدا بها، قلت ولا ما قلت؟ أنا أقرأ النص من جديد. لا, لا 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 أصبر أصبر، لا تهرب، تقرأ من النص الجديد راح تصلح الأمور وما تقول الكلمة. أنا أريد أقول اللي تم الآن، نتركك تقرأ النص، لكن اللي تم، هل زورت جئت
بكلمات ودسيتها في الرواية فعلت التزوير أو لا؟ صير شجاع تفضل. أبدا وأتحداك تسكت حتى أقرأ على المستمعين الجديد. أصبر أصبر أنا راح أعيد تسجيلك. أصبر أصبر أنا راح أعيد تسجيل. ماشي أنا راح أروح لليوتيوب أخواني، أنا أروح لليوتيوب أعيد التسجيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. لحظة أخواني، الأخوة سوف يفضحوه في يوتيوب. أعيد التسجيل. اللهم صل على أو كل مجانين. هل هذه لن شوف 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 ما يريد يتكلم. إن هؤلاء فخركم رسولا من رسولي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد حجتي، وقد بقي عليك من ذاك فريضتان. معي ناس بقي فريضتان لم يخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه وقف 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 وقف. لم يخبر بها احدا. لحظه 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 فريضتان اسمع، لم يخبر بها احد. شوف اخواني شوف اخواني، فريضتان مما تحتاج ان تبلغ قومك فيه وفريضه في الولايه، ثم قال فريضتان لم يخبر بها احدا. هذا امامكم، انا راح اعيد لحظه اخواني راح اعيد. اللهم صل على محمد وال محمد. راح اعيد حتى هذا الكتاب امامكم، راح اعيد بس لحظه اخواني ازغر حتى ترون الشاشه وترون النص. ترون شوف اخواني، انا الان راح اشغل لكم الشاشه والنص. شوف اخواني هذا الكلام اللي يقرا راح اشغله. يقرئك السلام ويقول لك اني لم اقرئ نبيا. فاتاه جبرائيل عليه السلام فقال له يا محمد، لاحظ الضرب القاضي الموجع الاليانات، لاحظ. فقال له يا محمد ان الله جل ثناه يقرئك السلام ويقول لك إني لم أقرئ نبيا من أنبيائي ولا رسولا من رسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد حجتي، وقد بقي عليك من ذاك فريضتان. معي ناس بقي فريضتان لم يخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. أها سمعتم إخواني، وين هاي لم يخبر؟ أيوة وين هاي لم يخبر بها أحدا؟ بعدكم النشر بقي فريضتان. شفت إخواني والله أطلعكم، أنا أشيلكم أنا هذا الرجل الجبل حقيقة سيد ميثم، والله نشيلكم شيل نشيلكم ماكو شيل. سمعت إخواني أمامكم على المباشر يأتي بكلمات من رأسه ويدسها في الرواية حتى يوهم المستمعين. هذول ماذا يفعلون؟ يتصلون بأناس مثلا منشغلين بالفغر، سلام عليكم تسمح لي أسألك سؤال في الدقيقة، يعني شغلة فقه، ويسجل له ويقطع من التسجيلات وينشرها. لكن هنا عندنا ما يروح الله وكيل. كل من عندنا مثل بالعراقي، كل من نطي طينته بقصته بقصته. سمعت يا ابو بلال الان ابو عائشة اذا كنت تتابع، بس انا ما اعرف اذا كنت تتابع. هل اي والله اتابع، اي والله اتابع، وتابعت الروايه والروايه عندي والكتاب عندي. هل الاخ واشهد لله ما علي من احد، سني شيعي ما علي من احد، هذه الكلمه لم يريدها طبرسي في الكتاب. الله اكبر، الله يرحم والديك. لم يردها في الكتاب ولا الموج، ما علم من احد انا، واذا قلت فاعدلوا. الله اكبر، شفت اخواني؟ يعني انا مهما يقول الاخوه، لان رجل يقول الحق، بالحق حتى اكو حقوى في نظره. انا ما احب التزوير، انا ما احب لا تزوير روايات ولا تزوير اي شيء، انا عندي الحق حق، ما علم من احد. طيب الله اللي بيجعل يجعل واللي بيرضى يرضى. نحن عندنا كتاب الاحتجاج موجود امامي، الشيخ الطبرسي الجزء الاول صفحه 68، والله ما فيها كلمه لم يخبر بها احد، ما علم من احد. انا الروايه واضحه حتى تشوفون احنا عندما نقول نصدق مع الله تبارك وتعالى ومع انفسنا ومعاكم.